بسم الله الرحمن الرحيم. 12/9/2013، نحن في احد مراكز طبيه في حي جوبر الدمشقي. اليوم بتاريخ 12/9/2013 الساعه 2 صباحا من يوم الخميس، تم ضرب غازات كيميائية على احدى الجبهات في الحي. الغازات لم تكن بالسارين ولا الدي اكس، غازات تم ضربها للمرة الثانية بعد الضربة الكبيرة التي كانت على الغرفة الدمشقية، هي غازات الكلور المخرش للأغشية المخاطية والمجاري التنفسية، تتظاهر بالتهاب الملتحمتين، سعال شديد كما ترى وحساسية على الجلد، تظهر بهذه الورقة الحمراء. هذه الغازات تم ضربها للمرة الثانية على الحي. تم التعامل معها بالهيدروكورتيزون والديكسون وسوائل الإرزاز كالسالبوبنت والأتروبنت. بسم الله الرحمن الرحيم. استهداف النظام الغاز الكيماوي على منطقة جوبا 12/9/2013 الساعة 2 ليلا.